تنفيذا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص يوم 13 من فبراير يوما رياضيا لمملكة البحرين، شارك الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في جانب من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوزارة بهذه المناسبة. وأكد معالي الوزير أن مشاركة الوزارة بكافة إداراتها في اليوم الرياضي الوطني يأتي تجسيدا للشراكة المجتمعية الفاعلة وإعلاء للرياضة كقيمة وممارسة لها دور رئيسي في تعزيز الصحة العامة وتحقيق السلامة المجتمعية، معربا عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للنهوض بالرياضة وتطوير الحركة الشبابية ووضعها على سلم الأولويات الوطنية، متمنيا معاليه المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق هذه الرسالة النبيلة. وأشاد معالي الوزير بدور الاتحاد الرياضي للأمن العام والمحافظات وكافة إدارات وزارة الداخلية التي شارك منتسبوها في الفعاليات الرياضية التي تم إطلاقها بهذه المناسبة ضمن برنامج متكامل يضمن المشاركة في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية التي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية. وفي سياق متصل وتفعيلا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على تفعيلها في مختلف المناسبات، شاركت الوزارة من خلال كل إداراتها في الأنشطة والفعاليات التي تم إطلاقها بتوجيهات من معالي وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من سعادة رئيس الأمن العام من خلال برنامج رياضي متكامل بدأ بممارسة رياضة المشي لمسافات متفاوتة من جميع منتسبي الوزارة، فيما شملت الفعاليات العديدة من الألعاب الرياضية منها الجري وشد الحبل وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والبلياردو، بالإضافة إلى محاضرات تثقيفية ومسابقات متنوعة. كما شهد معالي وزير الداخلية الأدوار النهائية للمسابقات الرياضية والتي كانت قد انطلقت قبل أيام، ومنها بطولات التنس الأرضي وكرة القدم وتصفيات شد الحبل وتصفيات 200 متر و50 متر سرعة، ونظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام. كما شاركت الوزارة في مختلف الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية التي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بالقرية الرياضية بالقرب من أستاد البحرين الوطني. وفي ختام هذه الفعاليات قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف العاملين في المجال الرياضي لأكثر من 25 عاما، بالإضافة إلى منتسبي الوزارة الحاصلين على بطولات رياضية على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والدولي لعام 2017، وكذلك الفائزين في المسابقات التي أقيمت في إطار يوم البحرين الرياضي، متمنيا معاليه للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح. الحمد لله اليوم هذا يعني يوم تجمع رياضي، يعني بأمر طول العمر الله يحفظه رئيس الوزراء. فحتى احنا كضباط وكأفراد هني ما نتلاقى يعني احيانا،
كل في شغلة، لكن اليوم الحمد لله التجمع صار يوم عيد عندنا، يعني خاصة السنة هذه صار تجهيز أكثر من العام الكون الأول. السنة الحمد لله معالي الوزير متواجد وكرم القدامة وكرم الفايزين والفرق، وإن شاء الله الرياضة مستمرة. يعني اليوم من الساعة 8 والعالم مستقلة كل في إدارته ومزاولين الرياضة. الحمد لله أنا واحد من المتكرمة واليوم وحسيت فيها شخصيا، لأن أنا خارج الوزارة اشتغلت وخدمت في نادي الرفاع كأمين السر وكمدير للكرة، ومثلت الداخلية في القدم في البداية، بس أنا مثلت في منتخب الرماية ومثلت في فريق الرماية اللي مثل الداخلية ومنتخب الرماية اللي مثل البحرين عدة دورات. يعني هو يوم بالنسبة لنا مهم كون أنه يعزز نشاط المتعارف عليه من حيث النشاط البدني، التجمع فيما بين الفرقاء فيما بينهم، خصوصا إذا كان هناك النشاط يحتوي على مسابقات مختلفة. أيضا هو تعزيز لدور وزارة الداخلية، ما في شك أن العقل السليم في الجسم السليم، وحقيقة هذا المبدأ يحث عليه مع الوزير دائما. وأنا عن نفسي كوني يعني في وزارة الداخلية أمارس هذا النشاط بصفة يومية، لأن هي تعطيك بالفعل تغيير في حياتك، إن كان على مستوى حتى في بيتك فما بالك في عملك. تأتي لنا التوجيهات من قبل سيدي معالي وزير الداخلية، تفعيل هذه التوجيهات الصادرة من قبل سيدي سمو رئيس الوزراء، فنعمل برنامج متكامل يبدأ من الصباح حتى المساء. اليوم لله الحمد احنا عندنا ما يقارب 17 إلى 18 إدارة في إدارات وزارة الداخلية قامت نشاط رياضي في جميع الألعاب المختلفة. أما الختامة كان مسك بحضور سيدي معالي وزير الداخلية في نادي ضباط الأمن العام، واللي كانت في برامج مختلفة اللي هي عبارة عن نهائيات اللي احنا بدأناها قبل أسبوع متعلقة باليوم الرياضي، واليوم كانت النهائيات في أكثر من لعبة، كان يعني نشاط حافل متكامل. وكان ختام المسك بتكريم من هم أمضوا 25 سنة في وزارة الداخلية من الضباط وضباط صف والأفراد، وأيضا من هم تميزوا في 2017 وحققوا إنجازات على مستوى مملكة البحرين وزارة الداخلية. احنا اليوم تشرفنا بحضور سيدي معالي وزير الداخلية بتكريمنا احنا كرجال الأمن، قبل أن نكون احنا يعني رياضيين أو كعساكر، هذا تشريف لنا كلنا كرجال الأمن في ذي المحفل صراحة، وهذه يعني تكريس لرجل الأمن أن الرياضة لها ارتباط بالعسكرية يعني، فهذا بالعكس اليوم أعتقد صار حفل بالنسبة لنا احنا كعساكر. طبعا شيء كبير اليوم ان انا اكون اتكرم من معالي وزير الداخليه، وطبعا انا خدمت في الرياضه اكثر من 25 سنه في كلها في مجال الرياضه في الداخليه، والحمد لله كلها يعني كانت فيه كلها انتصارات وايجابيات، واليوم ان احنا نتكرم فيه في يوم رياضي جميل. القياده اللي صرحت بهذا اليوم انه يكون يوم في البحرين سنويا يقام هذا يوم رياضي، فانا كل سعيد اليوم ان تكرمت وكنت من المكرمين. احتفاليه كبيره الصراحه، يشكرون عليه القائمين كلهم اللي على وزاره الداخليه وعلى راسهم سيدي معالي وزير الداخليه الداعم الاول للرياضه والرياضيين على مستوى وزاره الداخليه، وجهد كبير من الاتحاد الرياضي للامن العام والقائمين على نادي الضباط. الصراحه امسيه صراحه كلنا فخر ان نتواجد هنا ومعالي الوزير الداخليه سيدي معالي وزير الداخليه يقوم بتكريمنا. بالعكس الانجازات اللي حققناها كلها لوطننا الغالي، مملكتنا تستاهل اكثر واكثر، فما بالك اذا جاك التحفيز من راس الهرم في وزاره الداخليه سيدي معالي وزير الداخليه. بالعكس احنا نقول احنا موجودين ان شاء الله ومزيد من البطولات ان شاء الله، وراح نشرف الوزاره ونشرف المملكه ان شاء الله في كل محفل، وهذا التتويج والتكريم ما هو الا وسام على صدرنا كلنا. بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء ومن معالي وزير الداخليه اقامه الفعاليات الرياضيه في هذا اليوم، ويكون انه نص يوم عمل ونص يوم رياضه، فاحنا قمنا في لاول مره يعني تكون في الجلعه قمنا هذه الفعاليه ومشاركه جميع ادارات وزاره الداخليه ومن الفئتين، فئه النساء وفئه الرجال. اليوم البحريني الرياضي مناسبة وطنية يعني تحرص عليها كل وزارات الدولة ومؤسساتها، بحيث أن يعني تشجع موظفينها على ممارسة الرياضة. طبعا الرياضة جانب صحي إضافة إلى جانب نفسي، والقصد من هذه يعني تحفيز الموظفين في أماكن عملهم.